كل ما يتقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خطوة لقدام نشوف جماعة الكاتيوشا يلحون زايد بالقصف اليومي، لو على المطار لو على المنطقة الخضراء، واللي يوقع بيها الناس اللي قاعدة ببيوته أو العسكري اللي واقف بالشارع وبسيطرة على مود عيشة جهالة. بشكل عام ماكو ولا فصيل لحد الآن قال احنا اللي كنا نقصف، وما جاي نشوف الى الان القائد العام او عمليات بغداد قالوا قبضنا على الجهة اللي قصفت، والى الان ما شفنا ولا لجنة شكلوها الجماعة طلعت لنا بنتيجة تريح البال وتطمن الناس. بالعكس تماما، اللي جاي نشوفه بصريح العبارة جماعة اللا دولة مسيطرين حيل ويشتغلون بحيل صدر، وعدهم سرعة بالتخفي والتنفيذ وما حد يقدر يكشفهم الى الان. هذا القصف يتزامن ويا تحركات الكاظم الأمنية الأخيرة اللي وجهها على خلايا الفساد اللي سرقوا البلد من 17 سنة وإلى الآن. والكاظم ما اكتفى بالقضاء والمحاكم، لا لا، راح وخلى الساعد يقود حملة الفساد الأمنية أيضا، لأن يعرف تماما الشغلة هاي مو لعبة وراح يجيب بيها نتيجة. بس يا جماعة بس قيسوها زين، معقولة اللي بقى يبوك 16 إلى 15 سنة؟ معقولة ما حصل نفسه ورتب أموره حتى ما حد يندق بيه؟ معقولة اللي باق يقدر يجر الكاظمي ويخليه بسجن الحوت أو بسجن الكاظمية مثلا؟ طيب العراقيين يعرفون كل الزين، البايق عنده حمايات وفلوس وسلاح، شلون يجي للمحاكم؟ يعني احتمال السالفة هذه تخدير أعصاب ومغبيات شعبية للناس على بوها شوفوني شلون جاي اشتغل. القاضي رحيم العقلي بتصريح متلفز الى اخير يقول انا وي اي جهد امني يرافق عملية اعتقال بحق الفاسدين، لانه القضاء وحده ما يقدر. لذلك العقلي يقول سلاح الدولة مهم جدا ويا الحرامية. بس بعض المحللين الرايحين يقولون خطوات الكاظمي يعني الذهاب لاحتكاك مسلح ويلي عندهم سلاح، واللي عنده سلاح يعني المواجهة، والمواجهة يعني حرب، لو غالب لو مغلوب. والناس صارت ما تعرف راسها من رجلها بنص الوضع اللي ما حد يعرف شلون راح تصفى بيه الأمور. الله أعلم.